التطعيمات ساعدتنا خلال الفترة الماضية في العودة للحياة الطبيعية بشكل كبير، ورجعنا إلى العمل، ورجعوا عيالنا للمدارس، ورجعت جزء من حياتنا الطبيعية. اليوم العالم كله يواجه الزيادة في أعداد الحالات اللي سببها المتحور أوميكرون، وبالتالي دور التطعيمات راح يكون كبير جداً في الوقاية من الإصابات، وبالتالي أنصحكم أنكم تأخذون الجرعة الداعمة في وقتها ولا تتهاونون أو تأخرونها.